انتظار الانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط الافتتاحي للخيل المهجنة لأصيلة إنتاج محل المبتدئة ولمسافة قصيرة 1200 متر على المضمار الرملي هنا في نادي السباق والفروسية وضمن السباق 43. نتابع الآن اندفاع قوية للجياد في محاولة التقدم مع ملكة سبا والخيال أنس السيابي والمدرب محمد الأحمد ملك الآنسة نور خالد الأحمد. في ثاني المراكز باهي المدرب جاسم الغزالي ملك السادة مربط إنجاز والخيال جبي جامبر. ثالث المراكز مع سليم غلام من خلال لابيرلا والمدرب إبراهيم المالكي ملك الشيخ أحمد بن جاسم الثاني. المركز الرابع مع فيان ومحاولة التقدم والاندفاع الآن. الجياد تسير نحو المنعطف الأخير في الشوط الأول للخيل المهجنة الأصيلة. نتابع المنعطف الأخير وآخر 400 متر. لازلنا نتابع رقم 13 ملكة سبأ في الصدارة. محاولة من الجهة الخارجية من خلال لابيرلا وأيضا باهي ومن الجهة الداخلية الريان بارك. ملكة سبأ لا زالت في الصدارة تستحوذ على المقدمة باقتدار توسع الفارق. المحاولة تأتي من البقية الباقية ولكن ملكة سبأ إليكم هذا النبأ. ملكة سبأ ملكة البداية وباقتدار. ألف مبروك إذا لملكة سبأ والمدرب محمد خالد الأحمد وألف مبروك للآنسة نور خالد الأحمد والخيال أنس السيابي بفارق. إذن النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين، المركز الأول والصدارة مع ملكة سبأ المدرب محمد خالد الأحمد ملك الآنسة نور خالد الأحمد والخيال أنس السيابي. المركز الثاني في هذا الشوط مع رقم 1 الريان بارك المدرب محمد سلامة سالم عاشور ملك السادة مربط زاخر والخيال مارك ليرنر. المركز الثالث لرقم 8 باهي المدرب جاسم محمد الغزالي ملك السادة مربط إنجاز والخيال جيمي كامبر. المركز الرابع لرقم 4 في هذا الشوط من خلال لابيرلا المدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي ملك الشيخ أحمد بن جاسم بن ثاني الثاني والخيال سليم غلام. بينما المركز الخامس لرقم 6 ريم بروك المدرب حمد عتيق محمد البريدي المري ملك السادة مربط بروك والخيال يون بابتيس هامل. المبروك إذا للفائزين في الشوط الأول وننتظركم في بقية أشواط هذا المساء فابقوا معنا.